We're back بإيكو اليوم مع مارك بيروتا. أكيد العطول التام رح يكون عن نيو يير كل نهار. وسالو مارك، هاي سبا سبا، أول مرة أنا بكون معك بإيكو. أنا كمان. مارك، قبل وقت كنا عم ننقي التوبيك أنا وياك، كنت عم تعطيني عدة خيارات ودغري أول ما قلت لي إنه ننقي نحكي عن بلانتس اللي هن عادة بيمثلوا الجود لوك، قلت لك اكيد بنروح على هيدا المتايف على نوفالون، بيجربوا كل العالم انه يجربوا قد ما فيهم يلاقوا قصص فيهم يتفائلوا فيها. مزبوط. يا ما بتجيب لهم الحظ. صح، في كثير عالم يعني بيشتروا اوقات نباتات، او حتى في اشياء نحن كنا عملنا من جمعه حلقه عن حيوانات كمان، اشياء صغيره يعني بحطوهم مشان تيكون انه السنه يعني هيك شوي مفعمه هيك بالحيويه وشوي ايجابيه اكثر. مزبوط. هلا في اشياء معروفه كثير اكثر من غيرها، يعني مثلا كلنا بنعرف اللاكي بامبو يلي بيشتروه هذا كل السنه، مثلا هلا بس في مثل فيرسيون صغيره عن لاكي بامبو لما يجيبوه مثل درج يعني فوق بعضه. هي اسمها بيساعد يعني بعتقد. ايه، معناها هي مش بامبو، ما خاصه بالبامبو، هي نبته ثانيه يعني، بس هيك بس بسموها لاكي بامبو. مثلا هيدي كثير معروفه، يعني مثلا بتشتري ثلاثه منهم لشيء، خمسه لشيء، سبعه لشيء، هذا معروف كثير. فنحن رح نحكي عن اشياء اقل معروفه بس العالم كثير يعني عم بلش عم تصير يعني وفينا نلاقيهم، يعني وفينا نلاقيهم، هذا اهم شيء. رح بلش انا هيك بصوره مهضومه، يعني انه العالم كمان لو فيهم مثلا يزرعوا مصاري بيطلع لهم، لانه اوقات بتعرف اذا تسال حدا انت شو بدك من راس السنه، او شو عندك مثلا شو بدك من السنه الجديده، في كثير بيقولوا مصاري، في منهم بيقولوا سعاده، في منهم مش هيك. صح. هلا هيدي صوره تفرج انه في ناس بتحب اكيد يعني تزرع مصاري. تزرع مصاري. نحن وصغار مارك بعتقد الكل كان يعملها، كان يطفوا المصريات المونوبولي بالتراب هيك انه ليخبيهم انه بركي بيرجعوا بيفرخوا. مزبوط. او في منهم كثير بحطوا شتل حد الكاس يعني بالسوبر ماركت. هيدا الشيء خلى مع الوقت يخلق كم نباتات اسمهم ماني تري. أوكي. مثل اول واحدة رح نحكي عنها يلي هي الباتشيرا. هيدا الباتشيرا هي نبتة بنشوفها كتير بلبنان، اسمها ماني تري لانه في زلمة كان كتير فقير قدر عمل الفورتون تبعه من بيع الباتشيرا. دونك هيدا خلت انه هيدا صارت وين ما كان بالمكاتب، لما واحد يكون عند راي عند حدا وبده مثلا بعده فاتحين مكتب تا يقولوا له انه شانس يعني زياده، خاصه بالفنك في وهيك في كثير يعني بيهدوا باتشيرا. هيدا وحده من القصص يلي كثير بتستعمل. طيب والستام تبع الجزء تبع مايك بنلاحظ انه عن جد فريد منه، وهي كيف كله هن مجدلينها هي وصغيره. دونك هيدا كمان مش هي هيك تطلع. لا هي مش هي هيك، يعني هي بتكون صغيره بجدلوها هي وصغيره وبعدين بتكبر وبفوتوا الستامس ببعضهم بتصير حلوه مثل ما انت شايف، ومن فوق بتاخذ شكل شوي مثل الامبريلا يعني. مزبوط. مش انه من تحت عم تبلش تطلع. مزبوط. لانه كمان فيها مينتنس يعني بشحلوها، بس هيدا وحده. هلا في نبته ثانيه كثير كمان مهضومه بسموها جيد بلانت، لانه حتشوف هلا لما اقرب على الورقه شوي تبعها بتشبه كثير البيجو الجاد يعني. دونك هيدي هي الورقه من فوق، هيدي كثير ملاقيها بلبنان هون، اذا بركي هيك ببين اكثر كيف هي. وهيدا هو الجاد يعني كمان البيجو الجاد يعني. ففي كثير بيشتروا جيد بلانت لانه عملوا مثل سمبول، انه مثل جولري وكذا وهول القصص. بتعرف بس باول صوره كنت عم بتقطعها شوي بين ديزاين تبعها قريبه على البونزاي كيف كانت عم تطلع. هي مزبوط، هي البونزاي لانه هي ما نوع شتله، هيدي انت 100% صبتها، هي جيد بلانت بس عاملينها على طريقه البونزاي. اوكي. وكمان مشان هيك يعني في يقولوا ولا صوره من كنا عم نشوفهم هنا اصلا بالطبيعه شكلهم هيك. مزبوط. لحد هلا مشغول عليهم 100%. بس هلا انا ريفيربشت 100% عن جد. هلا انا بحب كثير بسمح اذا انت رح تحب كمان، لانه كثير نحن عنا علاقه مع هيدي النبته اللي هي اللوزه. اللوزه هي كثير نبته حلوه، في شيء كثير حلو نعرفه عن اللوزه، ليش هي سمبول نفس الوقت الحياه ونفس الوقت سمبول الجود لاك، وهلا رح تشوف اشياء حلوه عنهم. اولا لانه اللوزه اللي هي انت بدك تكسر تاخذ اللوزه اللي جوا، يعني مثل واحد ما بيطلع على الانسان سطحيا، بيطلع عليه من جوا. وكمان كثير اوقات نحن لما بناكل لوزه بتكون مره، مش دائما لما نشجع ناكلها بتكون اللوزه دائما حلوه. فمشان هيك اللوزه صارت سمبول للحياه، يعني فيها حلو فيها مر وفيها كل هيدا الشيء. هلا شو بيعملوا كرمال راس السنه وكرمال جود لك؟ في شيء نحن كثير بنعرفه بس ما بنعرف انه خلق هيك، يلي هي بس الملبس. واو. الملبس هي لوزه، الفكره تبعها انه بنحط سكر من فوق لنزيد نسبه السكر بالحياه. حلوه لتصير حلوه اكثر. دونك هيدا وحده من السمبول يلي بيهدوا كثير على راس السنه او بناكل منه نحن بالاعياد كرمال هيدا السبب، يعني نحن هيدا شجره الحياه لانه هي اللوز، نفس الوقت عم نزيد سكر لنصير ناكلها اكثر. هلا شو بيعملوا؟ في ناس بيروحوا اكثر، حافظ سامع عن الاندالو؟ الاندالو هن هول مثل سمبول يون بمغاره مره، وبهيدا المغاره الاندالو مكتوب هون عليهم، يعني وحده هي الفيرتيليتي، وحده الصحه. أوكي. وحده المصاري. ففي كثير اللوز
الجوز من بعد ما او بحطه ملبس عليه او بيرسموا الاندال عليهم بيرسموا السين يلي هي بدها ترمز لهذا الشيء 100% يعني. وهيدا شغله كمان بصيروا اكيد يعني يستعملوها ويحطوها. بتعرف يمكن اكثر شغله بحبها انا بهالنبته مارك هي الالوان تبعها اللوزه لما تكون مزهره. مزبوط لما تكون مزهره. هلا رح انا احكي عن نبته وجوزيف بقطع لنا كمان فيلم عنا يلي هي كثير هيدا مشهوره بسموها يعني هي اسمها زهره لا فلور دو جيريكو يعني. دونك هيدي الفكره هيدي نبته نحن كثير عنا اياها بلبنان بنسميها كف مريم. هي الفكره انه رح تشوف هلا بعدين بفرجيك صور بتكون يابسه على الاخر بكون صار لها سنه يابسه. اول ما بنحطها بالماء بتصير تفتح شوي شوي بتصير تفتح هلا بتفتح بعد اكثر يعني. وهذا الشيء بخلي انه بسموها ريزوركشن بلانت او حتى دينوزور بلانت. فكثير في ناس بيشتروها وبحطوها على عندهم على راس السنه او بحطوها بالماء اذا فتحت بتكون حياه حلوه. رح فرجيك انا صور من عندي لتشوف كيف الفكره تبعها يعني بالطبيعه كيف بتكون. الفكره هي انه هيدي نبته بتعيش بالصحراء وبالرغم من التأس الكثير بالصحراء قاسي. هلا اذا بنشوف الصور بكون هيك بتشوف كيف ليك كيف هون يبست على الاخر وبالرغم ما في مي يعني نشيف ما في مي 100%. وهون بتشوف كيف لو حتى بالصحراء بعدين رجعت طلعت وحده ثانيه. فمشان هيك هيدا كثير بيستعملوها مثلا عندها استعمالات عده يعني منهم انه بحسوا انه بتحمينا من الزواعي وعندها استعمالات طبيه وكل هالاساس. رح نروح هلا على وحده ثانيه كمان كثير حلوه اسمها ريزوركشن بلانت. هون رح تشوف قد ايه السرعه طبعا الانزيت ريليتد. هلا بتشوف هيدي النبته هون اسمها سيلاجينيلا. هلا كمان جوزيف بقطع لنا فيلم لتشوف هيدا شيء عجيبه لانه تقريبا بنهار واحد بتحطها بالماء بتعيش بتفتح دغري بتكون يابسه. وهلا هون في كثير اشياء حلوه عليها بخبرك يوم بس نحضر الموفي يعني بتشوف. دونك هيدا النبته هلا هون هي كانت كومبليتمون يابسه وهلا هون ما بعرف اذا مبين انه عم تفتح دغري. هي بتصير دغري يعني تفتح. هلا في بركي انا قطع شغله من عندها فرجيك كيف بتعمل الفكره تبعها. دونك الموضوع هو انه هيدي سيلاجينيلا هي مثل موس بتنجاب وبتنحط بالبيوت. دونك رح ارجع انا حتى الصوره افرجيك اياها كيف تعمل. الفكره هي شوف هون كيف تفتح. دونك كثير حلوه يعني اذا بتشوفها قدامك كان ليك شو حلوه كيف بتفتح. هيدا بتصير بطريقه كثير سريعه يعني هيدا هون مسرع الموفي بس بتصير يعني نهار واحد تقريبا بتفتح. شو الفكره منها هيدا؟ هيدا نبته هي مثل تشبه الفجار اسمها سيلاجينيلا. بتقدر تعيش 50 سنه بتحطها بخزانتك من دون ولا نقطه مي ولا شمس ولا شيء. وبعد قلت لي بالخزانه يعني ايه ما بقول لك ولا شمس ولا شيء. بعدين بتحط نقطه مي عليها بترجع بتفتح مثل ما فرجينا بالصور. هيدا الشيء كثير اميزنج لدرجه انه العالم يعني في كثير سوبرستيشن عليها. مثلا في ناس بحطوها بالمطرح ما هن بدبوا المناشف تبعهم فاذا من رطوبه المناشف زهرت على بتكون انه سنه حلوه او سنه لا. فهيدي من اكثر نباتات بتنباع راس السنه السلاجينيلا. بيشتروها من مكان بتكون صغيره هيك يعني بدك برجع بفرجيك كيف بتكون بالاول. بتكون كثير صغيره ومثل هون واول ما يحطوها بالماء بتفتح وبتصير مثل هون. طيب ومن بعد ما تفتح كومبليتلي اخر شيء مارك بترجع بتموت يعني؟ لا خلص هي بتصير مثل الموس بنشوفهم على صخور وهيك بتضل خضراء اذا انت اعتنيت فيها. اذا ما اعتنيت فيها بترجع بتسكر حالها. اذا مثل الموس بنشوفهم على صخور ريحتها بشعه يعني مش ريحتها مش كثير حلوه اكيد يعني. هيدي هولي هيك بالنسبه لكم نبته بيرمزوا للجود لك. وبتعرف انت في كمان التراف معروف كثير انه اذا في واحد لقى تراف فيها اربعه ممكن بتكون كمان جود لك. بس في منهم بيروحوا على الاكستريم. في تراف فيها 27 مثلا هيدي ربحان لوتو ربحان لوتو جاكبوت 100%. هلا هيدي بالنسبه لكم نبته. هلا رح نروح نشوف شيء ثاني وهيك مثل شاف مارون هلا هون بشوفهم معنا كمان. لان دغري اول ما قلت له عن هالنبته بلش شوي حلي لانه هالنبته باي طبخه فيها نستعملها بزين اي بلاو رح شوي شوي شف. لا هلا شوف رح اشوف لقيت حلوه. الفكره انا كثير بحب اليابان شو بيعملوا على السنه ورح تشوف قديش اميزنج الخبريه ورح نحضر فيلمين يعني حسب الوقت. هون عم نشوف دو بوكي مزينين ببامبو ستيكس. مزبوط بيستعملوا هن ثلاث اشياء بيستعملوا او بامبو او بيستعملوا السنوبر او بيستعملوا بلامز يلي هن الخوخ. الفكره لانه هون وحده منهم يعني هن الفكره من هالثلاث نباتات لانه هول بدلهم خضر كل السنه يعني البامبو والسنوبر بدل اخضر والبلام لما بتزهر ليك شو حلوه زهرتها هي مثل نوع خوخ بره كمان. ولانه فيها خمسه بيتال يلي هو رمز بيابان الخمسه هي رقم كمال عندهم. هول بيعملوا فيهم دي بوكيه بحطون قدام البيت يعني شوف كيف هيك محطوطه الفكره. هول بوكيه بيعملون على راس السنه بحطوهم
ب 7 ديسمبر بشنو ب 7 جانفي، وهو بدون اقل عيني ممكن ما. ايه يعني بوكي هيدا الفكره. هلا هيدا واحد من الاشياء اللي هن رح يعملوا، رح تشوف قديش بيعملوا اشياء. فكل بوكي اللي هن بحطوهم قدام البيت، هلا بيرجع بيعملوا 7 اطباق كلهم بالنباتات بيجوا بحطوهم بالبيت بطريقه كثير حلوه، وكل زينه عندها معنى. فرجيك هيك اشياء هيك مهضومه عنهم، بس هون عم تشوف كيف انه هيدا الطبق. هلا هون رح تشوف شغله كثير حلوه، هيدا اللي عم تشوفه بالابيض اللي هو معمول من الرز، ورح نحضر موفي عنه. الفكره بس افرجيك شوي قد ايه بيتفننوا، يعني تصوروا بيعملوا 7 اشياء عندهم تيعملوا. رح هلا انا نحط وحده اللي هي الاساسيه اللي علاقه بالنباتات يلي هون عم نشوفها قدامنا. هيدا بسموه الموكي. الموكي هو بات رز، يعني بجيبوا رز وبيعملوها بات. هلا بتشوف كيف بعمروها، مثل بيعملوا منها مثل بيراميد لانه تترمس، وبحطوا فوق عليها ماندارين او كليمون. بنمدناش اذا بدك بنمدناش. بس ليك شو الفكره، رح نحضر موفيز عن الموضوع تشوف. رح فرجي 3 موفيز تشوف انه في منهم برو ومنهم اقل، يعني كيف بيعملوا الخبره. اول شيء كثير صعب تعمل هيدا البات، فهلا بنشوف بالموفي كيف اول شيء بيجيبوا البات وبيتبيروا، يعني بصيروا لا هلا بنقطع الموفي من عنده. هيدا هلا عم بيقطع. هي الفكره انه بيجيبوا مثل هول خشب وبصيروا يضربوا على الموكي تصير طريه تقدروا يعملوا. هيدا طريقه. حتى انا موفي ثاني تشوف هلا هول، يعني في برو وفي الاقل برو، مثلا مثل هون يلي انه فيستيفال بيعملوه بالشوارع، انه هيدا الشيء عاد انه هون في باترز بصيروا يضربوها يعني على وقت النهار بكامله. كيف احنا بنلعب العاب بالقريه عاده 100%. بس احضر الموفي الثالث لما يكونوا كثير برو كيف بيعملوا بالموكي. طلع السرعه اللي عندهم يهون هول العالم. هيدا الموكي يلي هو اكيد رز وجايبينه وعاملينه بات. ليك هون السرعه، يعني ما بتصدق انه هذا الشيء في ناس بيقدروا يعملوه، يعني ليك قديش هم سريعين. الفكره منها كلها هيدا ليعملوا الموكي اللي نحن كنا عم نحكي عنه يلي هو لراس السنه. دونك هون الفكره كان عم تشوف كيف بتضيع بيعملون. هيدا طريقه التحضير الموكي عندهم يلي هي سيمبول كثير قوي يعني عندهم لراس السنه. شفنا كيف كانوا التامبل عم بيعملون وكيف عم بحطوها. بعد ما خلصنا من اليابان لنشوف قديش عندهم يعني اشياء حلوه. الهدف هو نعمل الموكي اللي حكينا عنه مزبوط. هلا مش بس بوقفوا هونيك، بيجيبوا فجير، نوع فجيره كثير عندهم اياها كمان. هيدي الفجيره بترمز كمان لانها اخضر، بترمز لراس السنه، وبزينوا فيها الموكي تبعهم يلي هي عم تشوفها هيك قدامنا. عم نقول كثير اخبار قد ما فينا، بس في هون قد ما بدكم. اي قد ما بدك، في منهم هون فجير تنجيبهم يعني. وبيرجعوا بيعملوا كثير اطباق كلهم مزينين بالنباتات، وكل نبته عم تنحط لها علاقه بالشيء لراس السنه كرمال الجود لك. يعني عم فرجيك اشياء كيف بيعملوها. بس هون كثير حلوه الفكره، لانه بحطوا الاشياء اللي بترمز للمصاري وللشغل بحطوهم فوق، اذا ملاحظ هيك مثل على البانيه. فالفكره يعني هيدا وحده، يعني وحده منهم اللي بيعملوهم باليابان. هلا باليابان بعد ما خلصنا كان في كثير اساس، بس تفرجيك تراديسيون من غير كمان بلدان بيعملوهم. وحده منهم يلي هي مثلا بيستعملوها كثير بالبلدان مثل الفلبين، مثل اسبانيا، مثل البرتغال، بيجيبوا 13 راوند فروت وبجمعوهم وبحطوهم على الطاوله على السنه. هيني هي فينا نعملها، هيدا فينا نعملها. وليك كيف يعني في كذا فويكه فيك تفكر فيهم. الهدف هو انه لانه مثل الحياه، يعني انه السنه بتبلش وبتسكر مثل دايره، يعني هن بقلدوا هذا الشيء بالفويكه وبحطوه على الطاوله عندهم. هلا في منهم شو بيعملوا بزيت الموضوع، بياكلوا 12 حبه عنب لما تدق جراس الكنايس خاصه. ما انت مع برشا او مع ريال؟ برشا كتالوني. انا مثلك كثير، بس الصوره اللي لقيتها هيك يعني شو بدنا نعمل؟ ما فيك تنقلنا كريستيانو رونالدو يعني هيك، بس بتعرف عم نخلص ما عندي مشكلة خليص 2012 هيك. أنا بعرف بداية 2013 فينا نبلشنا مثلا مع غير حدا يعني من غير فريق. هلا بنشوف خبرك، في بعد خبرية كثير حلوة لها علاقة بالتراديسيون، بس أكيد دافعين له عليها. يعني ما بيعمل دعاية ببلاش رونالدو. ليك شفت هون 4 صور حد بعضهم. هلا هيدا شيف مارون بخبرنا إذا بعدها بتنعمل، بس طلع شو بيعملوا بروسيا. بجيبوا بالأول الصورة اللي عم نشوفها على شمالي هو المطوق الألوات، بيطبخوها بقلب بيردري الحجل، وبعدين بحطوهم اثنيناتهم بقلب الفيزون وكلهم بقلب الخنزير. وهيدا طبق على بروسيا بيعملوه على راس السنه، كانوا قبل الامبراطريه سلا ما كثير بقى بيعملوه، بس هيدا واحدة من التراديسيون اللي لها علاقه كرمال اللي تستقبلوا. يعني صور 4 حيوانات بقلب بعضهم وبيطبخوهم. بعتقد مش هيك الفودكا هوني كثير لها طبق، بدها تشيل كل هالجراس اللي كلهم تقتل الكل هون ولا ما تقدر تستطعم ولا واحدة منهم يعني 100%. وفي كمان شغله من امريكا يلي لها علاقه بالنباتات، بركي بنعرفهم نحن كفرقه موسيقيه اللي هن البلاك اي بيز. فالفكره كمان هن في كمان سيمبول وراهم البلاك اي بيز، ليش هن بيطبخون على السنه بامريكا. وبعدين اوقات مش بس بيطبخون، بحطوا مصاري حتى، يعني هن الفكره بحطوا كوينز جواتهم لانه بيعتبروا. ما بعرف قد ايه بعد عنا وقت اذا فينا نكمل خبريه،
الفكره تبعها انه كانوا قبل بالحرب كل شيء في مثلا مايس وكل هالاسس كانوا يدبوهم وكانوا يدبوا البلاك اي بيز. هلا لما اجوا سرقوا ضياع تركوا هول بالبلاك اي بيز ما حدا دق فيهم لانه كانوا يعتبروا انه هيدا علف الحيوانات. فالعالم يلي كانت بهيدا الضياع ما كان عندها اكل غيرهم وصارت هي سامبول للجود لاك. مشان هيك على راس السنه بامريكا بيطبخوا فيهم اشياء او حتى عندهم بامريكا بيطبخوا مع اشياء خضراء مثل الهندبه مثل السلق مع ميه الضياع مزبوط وبيزيدوا عليهم دائما مثل لار او اشياء جريس مثلا كرميل كمان السنه تكون مدهنه وبخبوا فيها بيس مصاري حجر يلي بتطلع له عشان ما يتشردق بيكون الجود لاك تبعه بيكون الجود لاك تبعه هيدا الشغله. هول هيك كم خبريه سرعت شوي بس مش كم خبريه هول بعتقد انف لنعرف شو بدنا نهدي أيه. على نوفيلا بلاك ايد بيز اي ان شيء بلاك ايد بيز قال انه اسم كوميرشال وما عرف لا بس في الديمايتري وحتى كل هوديك كنا عم نحكي الباتشيرا اللاكي بامبو الجي في كثير اشياء ما حكينا على الكل بس انه هو اشياء يلي خاصه السيلاجينيلا هذا لازم نطلبها اونلاين يلي هي الموس يلي بتطلع لما المي يجي عليها. Thanks a lot, Mark. أكيد سنة نعرف إنه شو الأساس صار فيها نهديهم يعني شو الأساس اللي بيرمزوا للجود لك مش ضايو ننطوا لفان 2012 يعني حتى صار إذا رايحين لعند شخص كسوفينير حلو فيكم تكونوا عم تاخذوا له إياه وفي منهم لاحظنا إنه لما بتعرف نحن الشباب عطونا لنا مشكل مع النباتات، بتعرف أنت الوحيد ما عندك إياها بيناتنا هون بالاستوديو هي إنه نعتني فيهم؟ ما بنعرف نعتني فيهم هديهم ما تعطنا هم اللي هن بيهتموا فيهم. مارك نحن رح نكمل معنا رح تكمل معنا رح تكون بعد شوي مع جوزيف حتى بكوكتيلز اليوم، نحن باقي فقراتنا مكملين من بعد هالفاصل.